خارج حدود الوطن، حوار مع رئيس النادي الافريقي الجديد يوسف العلمي في تقرير عزيز جبير، عصام الزيناوي، منعم الورتاني، سامي العطافي وايمن الهدي. الوضعيه حتمت علينا وما حبيش نعاودوا سيناريو اللي صار في السيف وتحل جلسه عام ومن بعد قائمه حسيلو اللي صار هذاك الكل، وما حبينا زاد ندخلوا في الوضعيه هذيا باش نجموا ننقذوا النادي على خاطر هذيا هيئه انقاذ، باش نجموا ننقذوا النادي من الوضعيه اللي هو فيها. كما تعرف الناس الكل المسؤوليه كبيره، شرف كبير زاد، نادي عريق 100 سنه في المئويه نتاعو، نقى انا والاولاد على على معناتها اداره النادي الافريقي، تحملني مسؤوليه كبيره. انا مش غريب على النادي، انا ولد، انا تربيت فيه، انا 9 سنين في الجون، 4 سنين سينيور، تعديت على الكاتيجوري الكل. ما توا حاليا انا رئيس النادي الافريقي ومعايا القائمه فيها وليدات اللي مسلحين بي عليهم. احنا باش نكونوا عندنا سلم اولويات، فيها الاولويه الاولى هي الجانب الرياضي اللي لازم نصلحوه ونبعدوا من المنطقه الخايبه اللي احنا فيها، ومن بعد عندنا الجانب تاع الليدات اللي ان شاء الله نخلطوا باش نعملوا سينس نتاعهم ونخلصوا الديون باش نبعدوا على شبح سحب النقاط والعقوبات ونوقفوا النزيف هذا ان شاء الله. وعندنا بيان سور الهيكله اللي هي باش تجي بتيتا بتي خاصه الاداريه، وعندنا زاد التدقيق والتثبت في كشوفات وحسابات النادي. انا ما نحبش نستعمل كلمه محاسبه على خاطر راه ما لازموش نتهموا الناس هكاكا، مي فما معناتها باش فما وديد باش يصير، وفما معناتها تدقيق يصير، وكان فما خروقات ولا فما تجاوزات لازم نحنا ندافعوا على ذمة النادي. انا حلمي للنادي الافريقي كرئيس ولا البرة بالرئيس، خاطر راني انا ديما محب للنادي الافريقي ونقعد محب للنادي الافريقي، هذيك امي كما قال الراجل، فهمني الكوب ده فيك شامبيونز ليج. سو جينيراسيون كبرنا مع بعضنا، خدمنا مع بعضنا في النادي الافريقي في الليجون ولا حتى في السينيور، قراب لبعضنا، عندنا بلوزوما نفس الافكار، فما افينيتي ما بين بعضنا، وان شاء الله هذا يكون افونتاج لينا باش نجموا نقدموا بالنادي والناس الكل دز دون لا ميم دون لا ميم ديريكسيون وننجحوا ان شاء الله. نحب نشكرهم حقيقه نتاع ربي، ويعرفوا هما معناتها جمهور معناتها النادي الافريقي القوه بتاعه هو جمهوره، وقاعد يعاون وقاعد يدز. نحب نقول لهم بارك الله فيكم، نحب نقول لهم راني نحبكم، نحب نقول لهم زاده النادي ديما نقعد وراه وندزو ترجع قويه ان شاء الله.